اليوم ما شاء الله؟ الحمد لله لك يا رب. هذا هو ما شاء الله، هذا فضل ربي يا رب. ما شاء الله. كم الغلة؟ المكسب المال 177 راس المال. 177 ما شاء الله. وهذه 580. حق ايش 580 هذه؟ شاورما بس غير البيبسي والحمضيات. يعني انت كسبان من الشاورما 500؟ الحمد لله. 500 وكم؟ او حوالي 460 الحمد لله. وكم السعر؟ كم كنت متوقع يعني؟ متوقع كنت 300 ريال. كم كلفتك تقريبا يعني؟ اي اقول لك 177. كلفتك 177 تكلفة؟ الخبز والدجاج وكل شيء. المكسب؟ المكسب 580. يعني كم تقريبا المكسب؟ 580 ك 460 460 الحمد لله. كم اخذ منك وقت تقريبا؟ الصبح اليوم الصبح من الساعة 4 ساعتين حوالي؟ ساعتين ساعة ونص. ما شاء الله. من ساعد فيها الوالدة ولا؟ الوالدة وشغلات. ما شاء الله. شاورما بايش كانت هي؟ شاورما الدجاج. الدجاج كم واحد؟ كم سويت تقريبا؟ سويت 140. 140 140 الواحد بكم كان؟ 5 ريال. 5 ريال يعني معناته انه فعل التجارة يعني في يوم واحد طلعت 5 ما شاء الله. الحمد لله. الله يفكر.